طرابزون 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 10 10 على الراس 10 10 على الراس 10 10 على الراس طرابزون استاذ طرابزون طلع 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 طرابزون 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 10 على الراس 10 على الراس 10 على الراس 3 ب 100 ار 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 ربع طيب اول مره بشوفك عرض الراكب 10 3 ب 100 اكتوبر 10 على الراس 3 ب 100 10 على الراس ار ربع طيب ار ربع طيب جديد البطيخ على المكسر يا بطيخ اتصاب بابو يا خيار لا تشلحوا بيشلح لحاله الدرائي وصلنا تركيا sun is coming up are you ready to go we can take it right we can take it slow your family's my lord I'ma let you be the boss cause I'm going you go why take you to a place we can see it all step off the edge I can break your fall your will is my law I'ma let you be the boss cause I'm going you go up again the things you try نعالي طاح هوب يا زلمة فاضحنا ولا حتى بيوتي شوتس مش عارفين ناخد من وراك برا دقيقة دقيقة انا عارف قديش حقه من الجربات ما اعتقد انه غلط يا زلمة فله فله هذا فله وشرب ميته تفضل اوكي جايز هلا وصلنا على تركيا لسه واصلين لسه داعسين حاطين اجرنا بتركيا بس احذروا شو ضعوا الشناطي اوكي مظبوط اسمع مش عم نمزح لا جد ضاعوا الشناطي يعني كل الشله لان طلعنا بطياره وطلعنا بطياره ثانيه بعدين والله كان حاصني قلبي انت نكد انت وش لا واحلى من هيك انه ضيعنا ايدي راحت عليه والله ايدي راحت عليه الطياره فجاي لحقنا بالسياره لحقنا بده تقريبا بالسياره شيء 12 ساعه لحتى يوصلنا يس تاخر لانه بتعرفوا ايدي رشيق المهم حاليا وصلنا على مكان ما بنعرف شو هو بس قالوا لنا انه تعالوا هون مشان الشناطي ان شاء الله نلعيهم لان اذا ما لقينا الشناطي حنضل بنفس الاتياب اوه شفتوا الكريم جايز في شنطه وحده خلاص بنلبس كلنا منها عمور ما صار له بالبلد هون تقريبا 10 دقائق وصار يحكي تركي كثير تمام اشكم سيفجر من سرم هون دابا سيفجر من سرم صحن بنموت اذا بدي اجي لعندكم هلا كلفني 250 دولار وبوصل لعندكم بعد تقريبا 15 او 16 ساعه خلاص يا تجي ارجع دبي خلاص تمام ماشي يلا حبيب باي باي بس بعتوا لي صوره التيكت عشان اقدر ارجع دبي ما في داعي دبر حالك يلا باي بعد فاهم معك مصاري يلا باي حبيبي باي شو رايك بالفيو؟ جنة على الارض تعالوا ورجيكم الشلال اكبر شلال بشوف بحياتي ابا هو جد هيدا شو اسمه تاع كندا هذا اللي عاسم دوا نياجرا ايوه روح عمور لا 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 صحتك يا كلب شو 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 لك رفع لك دب لك جحل رفع ارفعني ما بدي ارفعك تعال ارفعك طيب لك دي حارق ديبة يلا واحد اثنين من نط سوا يلا واحد اثنين ثلاثة ايوه اسمع اجونا الشرطه بطل انت صاحب العقل وقف ليه امسك عمود ماسكك شلون بدي امسكك اكثر من هيك بس ده انزل ارمي لي هون هذا اللي الله قدرك عليه حبتين نط مشان حبتين طب طيبين اه اوه كثير مش طيبين سمعوا كذا هيك بكبر هذا برو الطقس واو انسى روح انسى الطقس شوف انا هذا بالنسبه لناس كثير انه عادي شايفين الوضع يعني بس هذا بالنسبه لي انا صراحه يعني هاي ثاني مره في حياتي شفت نار انا مثلك تقريبا على فكره لا والله ايه انا مش شايف ثلج انا صراحه مش شايف ثلج شو انت لبناني والله مش شايف ثلج كذاب شايف ثلج بس من تبسي اوكي جايز سو جينا اليوم نحن اول يوم لحتى نقعد بهالهوتيل حنقعد فيه هون لسبب واحد واللي هو انه ايدي راحت عليه الطياره من كرشه ما قدر يركض معنا لان تاخرت الطياره الاولى حتى تنزل فالطياره الثانيه راحت بس عليه
طبعا في هدول الكواخ اللي هون او البيوت الفيلا اللي هون موجودين، بس احنا قاعدين بهالمنطقه. تعالوا اورجيكم بس الجو كيف هيك. ليكوا المنطقه، ليكوا الخضار، ليكوا الحلاوه، ليكوا هذا البيت ما احلاه. طبعا حسب ما قالوا لنا انه دائما هالمنطقه بدون بيكون فيها رادارات ماء مثل ما انتم شايفين، يعني هذا بتشتي مطر. خليني اورجيك اياها احسن لك. ليك 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 لا لحظه. ايوه شايفين بتضل هيك. شوف هيدي، شوف معاق القلب. هاي مش قلب، هاي طيز. سوري. طبعا هلا الساعة 1:30 بس مبينة عنا انه الساعة تقريبا 6 أو 7، انه حتعتم كمان شوي. لو جايز تبين 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 هاي بس لكبار الاعمال. انت امشي برا. كبار الاعمال؟ ايه ما بعرف شو تقول، رجال الاعمال اسمه او كبار الزوار، واحد من الاثنين. انا ميكس. او زوار الاعمال. انا ميكس. وصلنا تقريبا شي 12 ساعة، نحن بس انه طيران ولف ودوران وقصص حزينة. جايز هاي الغرفة لليوم، طبعا مثل ما قلت لكم اليوم نمشي حالنا هون بس كله من وراء ايدي، ايدي ما جاب لنا غير مصاري. شنطتي وين؟ شباب عندنا مشكلة. شو؟ الكهرباء. الكهرباء ما في اي سي صح؟ مو ما في اي سي. ما في مكيف اصلا؟ ما في مكيف. وين؟ الكهرباء كيف نشحن؟ وين فتحات المكيف؟ ولك وين فتحات المكيف؟ كيف بدنا نتنفس نحن؟ اقول لك وين ما تزال. وين؟ قول لي وين؟ الجو بالليل برد والله والله. انت افتح شو؟ هذا المهم انه حنقعد نحن هون يوم بس. خليني اورجيكم. بعدين مختلوا تاني كيف هذا بكيف. اوه اوبا واو. ما في كبسه نطفي صوت النهر. اشكم اشكم صح. شوف السركي غير اشكم. ادبسس سنسيفيريا. شو يعني ادب؟ يعني ادب. شكله حدا صمتك يا شكله بينا نسوي لك يا يا معبى. مش عارف كل شو بتاخذ ماشي بالشارع. قلت له اشكم قاعد تفوق ادب سيس فرت مش منيح. اتوقع اليوم حنقضيها بالاوتيل اول يوم لان جد تعبني. ما بعرف اذا حنقضيها بالاوتيل او حنطلع، بس المفروض نريح. جددت طالعين ولا غير اطلع لو بمشي والله ما انا قاعد هسه اروح اعمل اديت انزل الفيديو واطلع ولا غير اطلع. جد كان تعب اليوم فحريح شوي بعدين حنشوف شو حنعمل. عن جد ما في اي سي؟ والله ما في اي سي ولا فتحات ولا شيء ولا اي ناسين يبنوا اي سي. ان الناس يحط اي سي شو راح ما في شطافي. لا تقول ساك على المطر. جايز ايدي وصل باقي عندك مطر. ما في مطر. مطر ما في مطر. شوفوا جايز كيف قاعد بتشكي كبس كبس. المهم نروح على السياره جاهزين. يلا 1 2 3 يلا انسوا معنا معنا شباب شباب ركدي ركدي يلا شباب. البنطلون سحب يي يي ولك عاد بنط هيك. وقال تشتشنا عن جد. شششنا شو زياد انت شب معمل واحد شو الوقفة يعني. وراك يا ندل وين شوزك؟ ما انت بتحرض الشباب علي. عمار شو عم تعملوا؟ لا 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 هيو ايدي عم يجيب لك شوز. شوف شوف الرقاب، شوف الفخامه والله، شوف الاناقه كبير. شوف شوف الشهامه والله انا كبير. هذا هذا كلب، هذا هذا عم يحرضك والله انك. شوف كبير. عم يجيب لك الشوز. شوف شوف والله انك والله عيب اعطيك يا والله. يا جمنافلة غي كاميرتك بتشتشي. لا زياد هذا هذا لقب زياد. واحد مثلك هذا لقب زياد. واحد انت عود انت بحالك بتكربش على ايدي ماشي. انت بدك قاعد اللي حضر الفيديو الماضي بيفهم شو عم بيصير. في دب قطبي قاعد وي والله. لا عمول لك الحوض يا عمول. اسمع ما هي التركي نفس العربي على فكره. يعني مثلا يعني طز فيري اولموست طز ملح. توز توز وزط يعني سكر. زط عكسها. لا اي مش هيك. لا والله مش هيك والله مش هيك. بلا شو. لا شو يعني شو يعني سكر؟ شكر 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 شكر. من وين جبت زط انت سكر؟ على فكره يعني عكس انا فكرت والله. اوكي انه مالح وحلو. ايوه اوكي. اللي بيعرف يسحب يسبح يعني يروح. اللي بيعرف يسبح شو؟ بيعرف يسبح بتروح. البحر على البحر دغري. على البحر بنلتقى هنيك ان شاء الله. ايه انا عندي ميتنج. وانا عندي ميتنج. انا عغيز الموت والله كفو. اسمع اوكي شباب مشان فهمكم شو الموضوع. احنا جينا هلا نعمل كاياك بس على نهر اول مره بنعملها. في حدا مجربها قبل منكم؟ يعني شيء انا مجربها. انت مجربها؟ وين مجربها؟ في تايلاند والله. كيف اوكي قلب. شو احتماليه انه نقلب؟ 40%. ما فينا نخليها 90%؟ 80% 90% كفو. حنقلب شباب. شو بدنا نقلب؟ بدي شغله نعمل اكشن
عشان ناخذ ثمنيل للفيديو. ايش داعي ناخذ ثمنيل؟ ولا بناخذ ثمنيل بدون ما نقول. نحن الاثنين قررنا انه بدنا نعمل ميتينج سوا بعد نص ساعه، فلذلك احنا مو فاضيين نطلع معكم. اوكي، في زيب لاين اللي هي هاي هون، من هون لجوا هون بترجع من هنيك. اوكي، وفي عندنا الكاياك اللي نحن حنسويه، وفي عندنا المرجيح. اوه هاي شوف، حاطين لك شبك هون مشان اذا وقعت. طب معلم، قد ايه احتماليه انه المرجيح تنقطع؟ 70% كمان اذا بدك نقطعها. اوه ولعت شباب. عم يقول الشاب انه ايدي ما بيقدر يطلع على هي. شاد وزنه ايدي قد ايه وزنك؟ 100 وزن. ها 100 وزن. قال 100 لهذا بالتركي، انتم ما فهمتوها. اوكي خلص، معناته يلا شباب، اول شيء نعمل كاياك، اللي بيعيش منا بيركب مرجيحه. اسمع، وزني 200 تمام، بس هيك ملخيه. طب انا احط من تحت هيك عادي؟ لا ما هو المشكله حنزع الصخره، مش حنزع. اي بلشت الرفع، هاي بلشت الرفع. روح غيرت رايي، غيرت رايي والله، غيرت رايي. الله يرحمه. قبل ما تفلت احكي لي مشان الله حدا يفهمه بالتركي. ايه 2 3 والله حلوة. على النكسة سوا. شو؟ ما كانت مربوطة، ما كان مربوط. كنت روح يا ربي. يي صح، انا بالكاميرا هي انا حطيتها بس نسيت احط اللوك. هيدا الشباب الدنيا تصور. اي اي اغصني انت يا حمار. صور صور غلط. ايش هالحركات؟ سيلفي. شايف هذا لابس ابيض؟ فينا نطلعه غصب؟ فينا؟ بس انا بساعدك. اوكي شباب اسحبوا. تعال تعال اسحبوا اسحبوا اسحبوا. ايدي؟ هناك موضوع. بس ليه بدي اشوف شو نطلعك على المرجيحة. لا 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 يلا ما بدي 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 شوفك شوفك. محطة on one okay. ايديه يلا لثلاثة. لا ايديه حيعدل لثلاثة. لا وحنفلت. اوكي لا جاهز؟ سمعتك شو حكيت له. يلا واحد. خلاص شباب لا تحكي، في مي عم تنزل، في مي عم تنزل، عن جد في مي تنزل. لا تكون عم تشيخ تحتك يا في مي عم تنزل. انا برجي كون اكله. تعال نجيب التشتوش ونطلعه. مستحيل. تعال نجرب، تعال نساله. نحمله تعال نساله. لا اطلع معنا فوق. حبيبي انا جبتكم لهون لتنبسطوا وتنبسطوا. لا لا ما بدك، لانك خوي. لا والله. والله خوي. لا ما بحب. خوي خوي. كغي كغي كغي. يلا عمو يلا انا بقول لك. يلا يلا يلا. غنوا له شباب. بالطول بالعرض رح نمسح فيك الارض. بالطول بالعرض. هذول مع مين جايين؟ نمسح فيك الارض. مع مين جايين هذول؟ يلا يلا يلا. مين؟ حدا حدا ايدي. زياد. هي القهوة تبع زياد يا جماعة. هيك هيك بسرعة 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 ما يجي ما يجي. لك ريته صحة وهنا أبو الغيث. على قلبك. ما بعرف صار هلا مين الندم؟ شو شايف لي جاي من ليش بشوفك ندم؟ وعليه يا كلب. بس ليش بدك تعمل؟ والله شو بدك تعمل؟ هلا فقت شو بدك تعمل؟ قد ما بالصف عم انت ليه عم تهرب؟ لانه في شيء عم يصير ما بعرف شو هو. هو اللي صار انه انت اكلته. اكلته مش الحال. بالقهوه كان بالقهوه. اصبر خمس دقائق بس خمس دقائق. بديت لك الفنجان بدلته. بالله انه بزعل بالقهوه. غير طعم غير طعم.
ما حسيت القهوه فيها طعم غريب ما بدي بزق قدام العالم ما حسيت القهوه فيها طعم غريب هذا اكل هوا صار لا انت ماشي فكر حالك ذاتي بدك تعمل لي هندي بدك تعمل لي ما بزق انت رايح بدك تلك القهوه كمل كمل ما حزرت ما سويت فيني المقلب لك انا وين انا افتكرت بدي بدي بحنصه انا وعد يشرب ابو جمال انا افتكرت احمد ابو حافظ فيها غير اللي قلت لا تحلو احمد ابو انا شفت بعيني شاهد بزق فيها لا هي ابو الحسن بزق انا شفتها بعيني يلا شباب جاهزين يلا جو يعني شوفوا انتوا كيف ممكن تعرفوا انه عرب هون قال لك كيف عمور او عمور شوف مثلا هالفيو مع الغيوم منطقه نظيفه ومرتبه صح تعال لورجيك تعال اعطيني ايدك امشي هيك ارجع لورا ارجع لا ما طلع ما في شيء قول والله والله ما والله ارجع يي لا شكلك لا 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 هلا بعد هيك يعني مناظر حلوه وكل شيء شو بتلاقي ما لقيت كيس واحد ناشر كلسونه على المراي بس حل جرعه يفضع عينك مبينين